السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تنيم وسطيها يأتي الله ظهرا ظهورنا القرى ليلا على عالمين والدور يزداد حوث نبغ ومنتظم وليس ينفس قد من غير منتظم فما تطلب ما للمديح إلى ما فيه من كرم أخلاق وشيم آيات حق من الرحمن محدثة خاتمة صفة موصوف بالقدم لم تكترم بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم تمثل فينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكا ما تبقى ما تبقينا من شهب إذ شكاك ولا يبعينا من حكم ما هربت قط إلى عدم حرب عند الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا زاني عن الحروم لها ما عن كموت البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تؤد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام حرت بها عينك ريها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي إن تدلوها خيفة من حر النار لغى أطفأت حر لغى من بردها شبيبي كأنها الحوض تبيض البذوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصيرة وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين حديث الفهم ما تنكر العين ضوء شمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق موت للعين رسوم ومن هو الايات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمتهم سرعت من حرم ليلا إلى حرم كما سرت بدعا
مضروبين نازمين غلبين مولاي كل بسا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم പ്രവാചക പ്രകീർത്തന പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ കാവ്യ സഞ്ചയങ്ങളാൽ സാഹിത്യ